هو ليه أغنية تعمل جدل كبير قوي كده؟ الفنان هشام جمال نزل أغنية هو وخطيبته ليلى أحمد زاهر، الأغنية اسمها أمور بسيطة، بس من ساعة ما نزلت والدنيا قامت ما قعدتش. كل الناس بدأت بجدل كبير جدا تتكلم على الأغنية بشكل مش حلو قوي. على السوشيال ميديا بدأوا يتكلموا ويقولوا يا بخت الأطرش عشان مش هيسمع الأغنية دي، وناس تانية جت تقول لك هما دول اتنين هربانين من ثانوي وجايين عشان يحبوا في بعض. بس الحقيقة إن الأغنية كانت مختلفة تماما. الأغنية بشكل مبسط كانت بتتكلم على مرحلة عمرية معينة في فترة الخطوبة اللي بتقابل بعض الناس فيها مشاكل كتير جدا، والناس من كتر المشاكل دي ممكن إن المشاكل تكبر ويضطروا يعملوا حاجات هما ما كانوش عايزينها. الأغنية بدأت تتكلم في إن الأمور البسيطة إن ممكن أي حد يحل بشكل مبسط لو هم خدوا الموضوع بشكل بسيط وبدأوا يحلوه بدل ما يتخانقوا والموضوع يكبر والمشكلة تكبر. الفكرة هنا ان الاغنية كانت كرييتيف جدا، والفنان هشام جمال ابذل فيها مجهود كبير جدا عن طريق ان هو عملها بالذكاء الاصطناعي، مش اغنية عادية وخلاص. وهو نفسه قال ان الاغنية كان بيقابلهم فيها مشاكل عن طريق الذكاء الاصطناعي، لانه المشكلة دايما انه اي اغنية بتتنفس بالطريقة دي بتبوظ ملامح الممثل او المغني اللي بيقول في الاغنية والكليب كله بيبوظ. لكن هم لجأوا لشركة اوروبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي علشان يبدأوا يطلعوا الأغنية بالشكل اللي احنا شفناه بيه ويطلعوا ملامح وشوشهم كويسة جدا. بس الناس ما فهمتش ده وبدأت تنتقد الأغنية بشكل هدام جدا ويقولوا كلام سلبي جدا عليها رغم ان اصواتهم فيها متوافقة جدا. وده كان رأي بعض الناس التانية اللي فعلا شافت ان هما الاتنين شخصيتين كويسين وان هما يغنوا مع بعض بالاسلوب ده الأغنية هادية وكويسة وبتناقش موضوع حلو جدا. وطبعا الفنان هشام جمال من مواليد 93، يعني عنده 31 سنة، بس لما فكر يشتغل أسس شركة وهو عنده 16 سنة، شركة نام ريكوردز. في الفتره دي ممكن ناس تيجي تقول لي ما هو اسسها بفلوس جياله هو ما تعبش فيها، بس تعالى اقول لك انه حتى ده هو نجح فيه لانه استغل الموضوع. كان ممكن في سنه ده انه ضيع الفلوس كلها وما يستفادش بيها وما ينجحش، لكن هو عمل حاجه مختلفه وبذل مجهود كبير جدا عشان ينجح في شركته دي. وفعلا بدا يتقدم من خطوه لخطوه، بدا شركته باغنيه فيسبوكي مع الفنان احمد مكي اللي حققت نجاح رهيب جدا في وقتها، وبعدها تعاقد مع الفنانه انغام وعمل اغنيتين انا سند عليك واجمل مكان. ومن نجاح لنجاح بدا يتعاقد مع الفنانه دنيا سمير غانم وعمل معاها سلسله نجاحات منهم البوم قصه شتا، اسس فريق بوي باند بتاعه اللي برضه حقق بعض النجاحات. لكن النجاح الاكبر كان في مسلسلاته مع دنيا سمير غانم اللي بدا فيها بمسلسل لهفه وبعد كده نيلي وشريهان وبعد كده بدل الحدوته 3، وكلهم نجحوا اكتر من بعض. وما استكفاش بده، بل بالعكس اخرج كميه اعلانات منهم اعلانات ارسم قلب وضحك على الشبابيك مع مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب، الاعلان اللي ثابت في دماغنا لحد دلوقتي كفكره واخراج وغنى جداد وفيهم ابداع كبير. وبعد كده عمل المسلسل بتاعه في بيتين روبوت الجزء الاول والثاني اللي دخل جوه كل بيت وحقق نجاح كبير جدا لانه الناس كبار وصغيرين وبما فيهم الاطفال اتعلقوا جدا بالمسلسل. وده يدل على شيء، بيدل على نجاحه اللي دايما بيفكر فيه بشكل مبدع وكرييتيف عشان يطلع افكار جديده، زي اغنيه امور بسيطه اللي عملها مع ليلى احمد زاهر بشكل مختلف وحتى الصوره كانت مختلفه اللي الناس ما فهمتهاش وما فهمتش ان هو قاصد يعمل ده. بس الفكره هنا اللي خلتنا نتكلم عن الموضوع ان كل واحد قاعد بينتقد نقد هدام قاعد مكانه عشان ينتقده بس. فتعالى نفكر ونقول له انت قاعد بتنتقد في حياتك شخص ناجح وانت ما عرفتش تعمل النجاح ده، فدايما الانتقاد ده بيكون من شخص كان نفسه يعمل حاجه بس ما عرفش، وعلشان هو ما عرفش يعملها بيحاول ينتقد الشخص اللي قدامه ويطلع فيه عيوب الدنيا والاخره، ونستخدم مثل ما لقوش في الورد عيب. ففي الحاله دي حابب اقول لك انك لازم تقوم من على الكنبه وتعمل حاجه مختلفه، تعمل فكره فيها ابداع عشان تبدا تنجح فيها. ما تفضلش تنتقد في كل اللي حواليك وتقول اصل هم بيعملوا حاجات وحشه، انت ممكن تعمل حاجات كويسه جدا وناجحه جدا زي ما هو عمل حاجه من وجهه نظره ناجحه ومن وجهه نظر ناس كتير. بس الناس اللي بتنتقد نقد هدام ممكن يكونوا بيبانوا اكتر وبيسوقوا في اي حاجه هي حلوه بجد. كل شخص بيحاول في حياته بينجح كويس جدا، وبالذات لو كان شخص متعدد الشغف، وده اصلا موضوع لوحده لو عايزين نتكلم فيه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات ونعمل موضوع عن تعدد الشغف، لان الشخص متعدد الشغف صعب جدا ان اي حد يوقعه، وصعب انه يخسر في معركه لانه عنده بدل المعركه 20 معركه تانية ممكن يكسب فيهم. وانا عن نفسي لاني من الاشخاص اللي عندهم تعدد شغف جربت الموضوع ده في اكتر من حاجه، منهم الاخراج والتمثيل والاغاني والتلحين والمونتاج. وده بالظبط اللي الفنان هشام جمال عمله، لانه اخرج كليبات كتير واعلانات ولحن اغاني كتير من اغانيه وغناها فعلا وكان صوته كويس جدا فيها، واسس شركته وشركه الانتاج، وفي الاخر مثل في مسلسله في بيتين روبوت. انا عادل مجدي، يا ريت شير كتير الموضوع ده واكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن اي حد بينتقد اي حد من باب الانتقاد وخلاص، مش عشان يفيده في معلومه او عشان يقول له حاجه، لكن هو قاعد مكانه عمال ينتقد عشان مش عارف يعمل زي اللي قدامه.